لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه صلاةً لا يحُدُّها حد ولا يُحصيها عد ولا يُدركُها عقل، عدد ما في السماوات وعدد ما في الأرض وعدد ما علمت وعدد ما تحب، صلاةً تدومُ بدوامِك وتبقى ببقائِك وتتجدَّد بعطائِك وتليقُ بذاتِك يا ذا الجلال والإكرام. والرضا عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين، وعن أختهما سيدتنا زينب، وعن أمهم سيدتنا فاطمة الزهراء، وعن أمها سيدتنا خديجة، وعن سائر أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم، وعنا معهم يا كريم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أحبابي في الله وفي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرج الإمام أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء أثرا مرويا عن سيدنا مجاهد رضي الله عنه قال: يؤتى بثلاثة نفر يوم القيامة، بالغني والمريض وبالعبد المملوك، فيقال للغني: ما شغلك عن عبادتي؟ فيقول: يا رب، أنت شغلتني بالمال حتى طغيت. فيؤتى بسليمان بن داود عليه السلام، ثم يقال له: أأنت أشد شغلا أم هذا؟ فيقول: بل هذا. فيقال له: إن سليمان لم يشغله ملكه عن عبادتي. ثم يؤتى بالمريض فيقال له: ما شغلك عن عبادتي؟ فيقول: أنت شغلتني بالأمراض. فيؤتى بأيوب عليه السلام في مرضه، ثم يقال له: أأنت أكثر ضرا أم هذا؟ فيقول العبد: بل هذا يا رب. فيقال له: إن هذا لم يمنعه ذلك عن عبادتي. ثم يؤتى بالعبد المملوك فيقال له: ما شغلك عن عبادتي؟ فيقول: يا رب، لقد سلطت علي أربابا شغلوني عنك. فيؤتى بيوسف عليه السلام يوم أن كان مملوكا، يؤتى بيوسف عليه السلام فيقال له: أأنت كنت أكثر شغلا وأربابا أم هذا؟ فيقول: بل هذا. فيقال له: إن يوسف لم يمنعه شيء عن عبادتي. ما أكثر الأعذار والمبررات التي ندعيها لننشغل بها عن عبادة الله، فتحت دعوى البحث عن الأرزاق والسعي على المعاش ورعاية الأولاد والسفر والتنقل من هنا إلى هناك، ننسى كثيرا حقوق الله تعالى علينا. ولو أدرك العاقل منا أنه ما خلق في الدنيا إلا لعبادة الله، وأن الله ما أوجد هذا الكون كله من عرشه إلى فرشه إلا لنوحد الله، ما تشاغلنا عن الله لحظة قط. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل شأنه معاتبا: من ظنوا أن الله أوجدهم في الدنيا عبثا وأنه لن يوقفهم بين يديه للحساب غدا، فقال جل شأنه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ما أحوجنا أيها الإخوة الأحباب أن نسلك طريق الله وأن نتقرب منه وأن نتودد إليه وأن نكون من عباده المخلصين، فإننا إن فعلنا ذلك يسر الله لنا كل صعب وسهل لنا كل عسير وفتح لنا من أبواب الخير ما لا يخطر على قلب إنسان. ذكر صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستظرف أن سيدنا حاتما الأصم رضي الله عنه وأرضاه، وهو من كبار الصالحين والعارفين بالله، كان كثير العيال قليل المال لا يجد في بيته حبة. جلس ذات يوم مع أصحابه فتذاكروا الحج، فتاق قلبه إلى زيارة بيت الله الحرام والحج إليه. فعاد إلى بيته وجمع امرأته وأولاده وطلب منهم الإذن أن يرخصوا له وأن يأذنوا له بالحج. فقالت له امرأته: أتراك تحج وتسافر وليس في بيتنا حبة حنطة؟ اجلس. وقال الأولاد والبنات مثل ما قالت الأم. وكان لسيدنا حاتم صبية صغيرة أنطقها الله فقالت: يا أماه دعي أبي يحج إلى بيت الله، فوالله ما عهدناه رزاقا إنما هو أكول مثلنا. فوقع قولها في قلب الأم وإخوتها فأذنوا لأبيهم أن يحج، فتركهم في رعاية الله وتوكل على الله قاصدا حج بيته الحرام. وبعد أيام وبعد يوم من سفره خرج أمير البلاد مع رفقائه من الوزراء والمقربين في رحلة صيد، وبينما هو في الطريق وأمام بيت سيدنا حاتم الأصم اشتد به العطش، فطلب من وزيره أن يطرق باب البيت ليشرب. فقالت المرأة: عجبا، بالأمس ودعت زوجي وليس في البيت حبة حنطة، واليوم يقف على باب بيتي أمير البلاد يطلب مني شربة ماء. فأخرجت له كوب ماء، فلما شربه جعل الله الماء في فمه كالعسل المذاب. فتساءل أمير البلاد: دار من هذه؟ قالوا: إنها دار الولي الصالح، إنها دار الولي الصالح حاتم الأصم، وإنه قد سافر إلى الحج ولم يترك لأهله شيئا لفقره، فما كان من الأمير إلا أن جمع كل ماله وأخرجه وألقاه في دار سيدنا حاتم، وقال: عزمت على كل من أحبني أن يفعل مثلي. فألقى الوزراء والأمراء والأصدقاء أموالهم كلها على بيته حتى امتلأ البيت بالخيرات والأموال، فسرت المرأة وفرح الأبناء. وهنا بكت الصبية الصغيرة فقالت لها أمها: ما يبكيك وقد أغنانا الله بعد فقر؟ قالت: يا أماه، هذه نظرة مخلوق لمخلوق أغنته، فكيف بنظرة الله
الله لنا. وحدث أن سيدنا حاتما الأصم وهو في طريقه إلى الحج مرض أمير الركب ركب الحجيج واشتد به المرض، فقيل يا حاتم إننا نحسبك صالحا، فهلا دعوت إلى الأمير؟ فدعا له بخير ورقاه فشفى الله الأمير. فلما أتم الله عليه العافية أمر لحاتم الأصم بدابة كي يركب عليها، وبمال حتى ينفق منه، وبغذاء وطعام يأكل. وبات حاتم مهموما بأمر عياله قائلا في نفسه قد أغناني الله، فماذا فعل الله بأولادي؟ فلما نام سمع هاتفا في منامه يقول يا حاتم إن من أحسن معاملتنا أحسننا معاملته. فلما أكرمه الله بأداء الفريضة وعاد إلى البيت وجد البيت مملوءا بالخيرات، وقص له أبناؤه الأمر، فضم ابنته الصغيرة إلى صدره وقال كلمة شهيرة، قال صغير قوم كبير قوم آخرين. إن الطريق إلى الله ليس بأكبركم ولكن بأكثركم معرفة إلى الله عز وجل. ما أحوجنا أيها الإخوة الأحباب أن نتعرف على هذه الآداب والأخلاق، وألا تشغلنا الأموال ولا العيال ولا الفقر ولا الحاجة ولا الأمراض، وألا يشغلنا شيء مهما كان عن الوصول إلى الله وعن طرق بابه ليل نهار وعن التقرب منه والتوسل والتذلل بين يديه، عساه أن يفتح لنا باب القبول. ولنعلم أحبتي في الله أن الله تبارك وتعالى جعل العبادة كالإنسان، لها روح وجسد. فبعضنا قد يقف عند ظاهر العبادة ولا يتعمق في جوهرها ولا ينظر إلى مضمونها ولا إلى الهدف الذي شرعت لأجله. فقد يصلي بعضنا لكنه لا يدرك أن الله ما شرع الصلاة إلا لتنهى عن الفحشاء والمنكر، وقد يصوم بعضنا وينسى أن الله ما شرع الصيام إلا تهذيبا للنفس وكبحا لجماح شهواتها، وقد نرى تجارا يؤدون الحج والعمرة كثيرا لكنهم مع تكرار الحج والعمرة قد نراهم يحتكرون الطعام ويتاجرون بأغذية فاسدة ويطففون الكيل والميزان ويدخلون في الغلاء في أسعار السلع ولا يتقون الله في أمر العباد. فهؤلاء ومن على شاكلتهم لم يفهموا معنى العبادة. قد نرى قوما صلوا وصاموا وحجوا واعتمروا لكن الله ملأ قلوبهم بالغل لعباد الله. قد نرى عبادا صاموا وصلوا وحجوا واعتمروا لكن قلوبهم ملئت بالغل على عباد الله والتعالي على الفقراء والمساكين، فلا ينظرون إلى غيرهم إلا باحتقار وصلف وغرور. فقد روي عن سيدنا رسول الله أنه قال ما معناه: من لطم، ألا من لطم خد مسلم أو وجهه بدد الله عظامه يوم القيامة. ألا من لطم خد
مسلم أو وجهه بدد الله عظامه يوم القيامة وحشر مغلولا إلى جهنم إلا أن يتوب. وعنه كذلك أنه قال: من احتقر مؤمنا أو أذله لقلة ذات يده شهر الله به يوم القيامة على رؤوس الخلائق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وبه اقتدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، ما أحوجنا أن نسلك طريق الله وأن نطرق بابه ليل نهار، فمن أدمن قرع الباب فتح له. وما أحوجنا ألا ننشغل بشيء من الدنيا عن الدين، وأن نحسن التوكل على الله، فمن توكل على الله كفاه. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما أحوجنا ونحن نتسارع ونتنافس في الخيرات، خاصة في هذه الأيام، أن نفهم أن للعبادة مضمونا وشكلا، فلا ينبغي أن نقف عند صورتها الخارجية، بل علينا أيضا أن نتعمق في معناها وأن نفهم كنهها ومراد الله تعالى منها. وما شرع الله العبادات إلا لتهذيب النفس وطهارة القلب وعدم التعالي على أحد من الخلق. مرت السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها وأرضاها على جماعة من الفقهاء يتدارسون العلم، فقالت: أيكم أفقه؟ فأشاروا إلى أعلمهم وقالوا: هذا أفقه القوم. فذهبت إليه وسلمت عليه، ثم سألته قائلة: يا فقيه المسلمين، كيف تأكل؟ قال: أسمي الله وآكل بيميني ومما يليني، وأصغر اللقمة وأحسن المضغى. قالت رابعة العدوية: إنك لا تحسن الأكل، خبرني يا عالم المسلمين كيف تنام؟ قال: أتوضأ ثم أنام على جنبي وأذكر الله. قالت: إنك لا تحسن أن تنام. ثم قال: علميني يا رابعة. قالت: املأ جوفك بطعام حلال ثم كل كيف شئت، ونم وليس في قلبك غل لأحد من المسلمين، ونم كيف شئت. ثم قالت: يا هذا، إنما حدثتني به هو أدب الشريعة، وما حدثتك به هو كنهها وحقيقتها وروحها. علينا أن نعبد الله تبارك وتعالى بإخلاص وصدق نية، وأن نتجرد من نفوسنا الأمارة بالسوء، ومن شهواتنا التي تدعونا إلى الحرام والتعالي على عباد الله. فأنى لمسلم أن يحج إلى بيت الله الحرام وقد جمع ماله من ربا ورشوة ونصب واحتيال وسلب وسرقات؟ إذا حججت بمال أصله سخط، فما حججت ولكن حجت العير.
ما يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور. أن لمسلم أن يقرأ كتاب الله وأن يصلي الفرائض وأن يتهجد بالليل، لكن قلبه مملوء بالحقد والبغضاء والعداوة لهذا وذاك، وبالغرور والكبر والصلف على عباد الله، والتباهي بماله وجاهه على الناس. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا دائما وأبدا إلى ما يحب ويرضى. اللهم أبلغ روح رسول الله منا السلام والتحية والإكرام، وأبلغ أرواح آل بيت رسول الله منا السلام والتحية والإكرام، وأنزل رحمتك وبركتك على من بنى هذا المسجد وعلى كل من صلى فيه منذ أن بناه وإلى أن يدوم بإذن الله.